Samitan. اللي يمكن لي نقول هو انني غادي نقول لكم بان الاخوان ديالنا اللي كانوا مضربين عن الطعام اليوم ما حضروش معنا كاملهم نظرا لانهم توعكات صحيه وكتعرفوا بان لو سيستيم ديال الجهاز الجسم ديال الانسان كيفاش كيرجع في الاول كانوا مضربين عن الطعام وبالتالي تسدوا المعدي ديالهم ما بقاش الانرجي ما بقاتش الطاقه ما بقاتش كتجبد من الاكل وبالتالي ولات كتجبد لهم العضلات ديالهم باش يرجعوا العافيه ديالهم خاصهم واحد شويه ديال الوقت وكنأكدوا لكم بانهم غادي يكونوا معنا في الوقفات القادمه حنايا نزلنا لطاولات الحوار فقط لا لشيء نزلنا لطاولات الحوار لاننا لا نازلنا متشبتين بالحقوق ديالنا اللي هي المطالب ديالنا اللي هي ثلاثه المطالب المطلب الاول هو اعاده الامتحان الذي هو امتحان مشبوه وما بني مشبوه وفيه خروقات قانونيه وما بني على باطل فهو باطل هذه راه قاعده قانونيه ثانيا ربط المسؤوليه بالمحاسبه يعني ان اللي فسد خاصو يتعاقب ثالثا اقاله وزير العدل بالفساد اللي داروه في هذه الوزاره اللي تعتبر وزاره العدل وزاره شريفه ومن غير المسموح ان الفساد يطولها الخطوات التصعيديه حنايا حاليا فقط شتي تما معلقين الاضراب عن الطعام والخطوات التصعيديه ما يمكنش لنا نخرجوها كامله هناك واحد السلسله باقي غادي نستمروا فيها هبطنا من اجل الحوار الحوار تنقول لك باننا لازمنا متشبتين حنايا مؤسساتيين من اليوم الاول حنايا نازلين كنهضروا بالحق وبالقانون بالقواعد القانونيه وبالدستور وبالمبادئ وبالثوابت انطلاقا من الثوابت الوطنيه ديالنا تشويه سمعه المغرب ما يمكنش لنا اننا نساهموا في التشويه ديال السمعه ديالو وبالتالي الا كانوا غادي يتحاوروا معنا وغادي يوعدونا وغادي يحققوا بالملموس بان هذا الفساد وهذا المطالب ديالنا تحقق فحنايا ما باغينش الفوضى حنايا ناس ديال القانون واللي خاصنا نمشيو تحت سقف القانون ما يمكنش لينا نديروا شي خروقات كيف ما كان ممكن نمشيو نوقفوا في الشفاوي ونديروا ولكن حنايا ناس قانونيين وكنمشيو بطريقه قانونيه ولحد الساعه ما ارتكبنا حتى شي خطا ومن خلالكم كانوا عندنا بعض الحقوقيين اللي وعدونا بانهم غادي يجيو للساحه ما عرفتش واش جاوا ولا لا ولكن كنتمناو من الحقوقيين ومن مؤسسات الدوله بما ان الوزاره الوصيه نزلت معنا الحوار تحرك المؤسسات بطريقه موجبه وكنتمنى من القضاء ما يتواطئش في هذا الملف هذا لانه ملف فساد خطير ونتمنى انه يرجعوا لنا الثقه هي متعه الثقه في المؤسسات اللي حنا فقدناها بصفتنا اننا تقصينا من امتحانات اللي كندوز انا خريجه ديال كليه الحقوق مع واحد خريج من كليه الاقتصاد وكينجح هو في الكتابي وفي الشفوي ما عرفتش كيفاش وقعت يعني قريت الحقوق نورمالمون خاصك تنجح في الحقوق وانا اللي قريت خريجه ديال كليه الحقوق دوزنا امتحان في الحقوق وهما نجحوا حنايا لا زعما عاجبين هاد الحوايج زائد ان التنبؤات ديال السيد وهبي على ان 2000 منصب هما اللي غادي يكونوا 2000 واحد اللي غادي ينجح راه كانت 1999 يعني 2000 قل واحد ماشي شي حاجه هاد 2000 هادي راه نجحات فعلا تبقى للتكهنات السيد الوزير وبالتالي هذا الشيء راه كيطرح عده علامات استفهام وتنقول لكم راه جراحنا كبيره جراحنا اصبحت لها علاقه بالوطن واصبحت لها علاقه بثقه في المؤسسات فكل شيء عارف هذه الايام عشنا واحد الخوف عشنا واحد الاحساس خايب ملي كانوا الزملاء ديالنا في اضراب عن الطعام وكان الهم ديالنا الواحد هو الصحه ديالهم فمن بعد ما تم الفض لضرب عن الطعام بناء على واحد الاتفاق مع وزاره العدل لان غيكون واحد الباب ديال الحوار في غضون 15 يوم فحنايا تفاعلنا ايجابا مع هذا المقترح
غير لسبب صحه الزملاء ديالنا، وحتى بغينا على انهم يحيدوا من تما، يعني يحيدوا الاضراب عن الطعام. ولكن حنا راه مازلنا مستمرين في النضال، مازلنا غادي نصعدوا، مازال المطالب ديالنا واحده هي فتح التحقيق، وبغينا نتابعوا اي مسؤول اللي كان سبب في هذه المزال هذه، واللي عيشنا 60 يوم او اكثر من 60 يوم في النضال وفي هذه الاجراءات. كنقولوا على ان الدعوه ديالنا مازال في مازال في القضاء، وكنتسناو كلمه القضاء ينصفنا ان شاء الله. وحتى في حاله ما الا كان داكشي سلبا، فاحنا غادي نديروا اجراءات قانونيه باقي مجموعه ديال المؤسسات غادي نطرقوها. ومع ذلك عندنا واحد الامل ان هذا الحوار يكون جدي مع وزاره العدل، وخا لانهم لونساو نتائج واحد السرعه خياليه، وكل من نجح قد نجح. وكنقول لهم على اننا حنايا ما لن نتنازل، والقضاء غيقول الكلمه ديالو، وما بني على باطل فهو باطل. الطلبه المرسبين في افتتاح المحاماه كما تشوفوا هذه الوقفه ديالنا ديالهم جات بعد ما وقفوا الاخوان ديالنا يضربوا على الطعام، وهذا كيدل على اننا لازمنا نثبتوا المطالب ديالنا مسرعه، ولازمنا واخا هذا الشفوي لازمنا ما غاديش نهبطوا يدينا. وكما كتشوفوا العدد الهائل ديال الطلبه المغاربه المرسبين اللي جاوا، وانه النضال مستمر. في اجل اقصى وزاره العدل قالت لنا غتفتح معنا قنوات الحوار، واننا لازلنا متاكدين ومتشبتين بالمطالب ديالنا. حنا تنتوسموا خير، حنا دابا غنكون على وفاق على جميع الاطراف باش اننا تكون كلمه واحده ومطالب واحده. كما كتشوفوا اليوم في وقفه كندو بها في الخروقات اللي شابت امتحان المحاماه، وكناكدوا فيها على المطالب ديالنا المشروعه اللي ديما كنخرجوا يعني كنطالبوا بهم. وبالنسبه للخطوات الاضراب عن الطعام، كانت خطوات صعيديه من طرف الاخوان ديالنا بعد من طرف بعض المرصبين في اليه في هذه المعركه، وكانت واحد الخطوه اللي كان تحتاب له وكنشكروهم عليها. ولكن اللجنه الوطنيه ضحايا امتحان الاليه لمزاوله المحاماه، واخا ما شي هي اللي قررت الخطوه ديال الاضراب عن الطعام، ولكن تبنينا الخطوه ومشينا فيها. وهي كانت خطوه من الخطوات التصعيديه اللي غاديين فيها، وكناكدوا ان هناك خطوات يعني اخرى تصعيديه اكثر يعني اكثر واكثر. المفروض ان الوزاره تفتح باب الحوار، ماشي بضمانات او بمده يعني ما عرفتش 15 يوم ولا شي حاجه، لان الحوار لا يحتاج للوقت، يعني شي وقت لا يحتاج لمجهود باش انك دير الحوار. لطالما انكم بغيتوا يعني بغيتوا تلقاو لنا حل، المفروض انه يكون حل جذري ويعني حل في الوقت الحالي، ماشي حتى 15 يوم. علاش 15 يوم؟ 15 يوم شنو غيتغير فيها؟ وبالنسبه للامتحان الشفوي، احنا نؤكد ان الامتحان الشفوي هو شق من يعني امتحان المحاماه، كما كاين في امتحانات كاملين الكتابي والشفوي، ونحن نطعن في الامتحان باكمله، لا نطعن في الكتابي فقط او في الشفوي فقط. بالنسبه للناس اللي نجحوا مبروك عليهم، اللي يستحق النجاح مبروك عليه، ولكن نحن لازلنا ننتظر كلمه القضاء، ولازلنا متشبثون بالغاء الامتحان، ولان الامتحان شبته عيوب وعيب ديال شطط في استعمال السلطه، هو اكبر دليل على الغاء الامتحان.